السلام عليكم. راح نكمل مع بعض بسلسلة المولتين كيك، واليوم راح أسوي معاكم مولتين كيك الفستق. راح أسوي بطريقة مرة سهلة، إن شاء الله كلكم راح تقدرون تسوونه. ما سويته بتكنيك المولتين كيك الأصلي، بس عموما النتيجة راح تكون مولتين كيك. فلو حابين تعرفون كيف سويته تابعوا معي. أول شيء راح أبدأ بالمقادير. راح نحتاج الربع كوب حليب، وملعقة صغيرة فانيلا سائلة، وبيضتين، ورشة ملح، وملعقة صغيرة بيكنج باودر، وثلاثة أرباع كوب دقيق أبيض، ونص كوب سكر، وأصبع أو 100 جرام من زبدة لورباك. أول شيء راح أخلط المقادير الجافة مع بعض، اللي هي الدقيق والبيكنج باودر والملح، ونخليهم على جنب. ثم نخفق زبدة لورباك. استخدمت زبدة لورباك لأن جودتها مرة كويسة وراح تعطي نكهة وطعم مرة غني للكيك، فراح أخفقهم لحد ما يكون شوية ذايب، لأن الزبدة راح تكون على حرارة الغرفة. ثم راح أضيف السكر وأخفقهم مع بعض، ثم راح نضيف عليهم البيضتين ونخفقهم مع بعض كلهم. وراح أضيف عليهم الفانيلا، ممكن تضيفون فانيلا باودر لو كنتم حابين، ملعقة صغيرة، وراح نخلطهم مع بعض. وآخر شيء راح نضيف المقادير الجافة. الحين راح أضيف شوية من المقادير الجافة وأخلط، ثم راح أضيف شوية من الحليب وأخلط، ثم أرجع مرة ثانية مقادير جافة ثم الحليب، وهكذا لحد ما يخلص عندي الحليب والمقادير الجافة. الحين خطوة اختيارية، علشان كذا ما أضفتها مع المقادير. لو كنتم حابين يكون لون الكيك أخضر، أضيفوا لون طعام أخضر، أو ممكن تخلونه لونه أبيض زي ما هو. الحين في صحون السيراميك راح أحشيها بالكيك الفانيلا وأدخلها الفرن درجة حرارة 180 تقريبا ربع ساعة، وراح تطبخ معنا على حسب حجم الصحون السفلي عندكم. ثم راح أمرر السكين على الحواف عشان يسهل أني أطلعها من صحن السفلي، وكمان راح نفتح فتحة من النص على شكل دائرة علشان أحشيها بالصلصة الفستق. صلصة الفستق سبق وسويتها لكم في دقيقة مع آلاء، اضغطوا على الكرت الظاهر في الشاشة أو تلقون رابط تحت في صندوق الوصف. وبس الحين بعد ما فتحتها من النص الكيكة راح أحشيها بصلصة الفستق، وبكذا راح يكون عندنا مولتين كيك الفستق. خففت الصلصة بكريمة الخفق وأضفت شوية لون طعام علشان أغطي المولت من برا ويطلع شكله حلو، وأيضا زينتها بالفستق. وبس بكذا يكون مولتن كيك الفستق عندنا جاهز. ما تتخيلون قديش طعمه مرة لذيذ، وحالاته تاكلونه حار مرة يمي. فجربوه وقولوا لي رايكم فيه تحت في الكومنت، ولا تنسون تصورون وترسلون لي على حسابي في انستغرام او تويتر او سناب شات، رابطهم تحت في صندوق الوصف. وبس يعطيكم العافية على المشاهدة، احبكم ومع السلامة.